نظم المجلس الأعلى للبيئة ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات لقاء وطنيا مع عدد من الشركاء المحليين والإقليميين والخبراء الوطنيين والدوليين من داخل وخارج البحرين لمراجعة مسودة خطة العمل الوطنية لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية في مملكة البحرين. يأتي ذلك في إطار التزام المملكة ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية المنبثق عن اتفاقية التنوع البيولوجي. بهدف الحفاظ على التنوع الأحيائي والبيولوجي في مملكة البحرين من المخاطر الناتجة عن الاستخدامات غير السليمة لممارسات التكنولوجيا الأحيائية، نظم المجلس الأعلى للبيئة ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات لقاء وطنيا لمراجعة مسودة خطة العمل الوطنية لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية في مملكة البحرين. ويأتي هذا اللقاء في أعقاب قيام كل من المجلس ودانات بالعمل على إعداد التقرير الوطني الرابع والخطة الوطنية لمملكة البحرين حول السلامة الأحيائية، وذلك بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية في القاهرة ومرفق البيئة العالمي. المشروع يعني ركز على بروتوكول كرتخينة أو قرطاجنة، والبروتوكول يخص يعني دخول أو أي نوع من الاستيراد أو حتى إن إحنا نطرشه سواء خارج البحرين أو داخل البحرين بأي أنواع محورة جينياً. فحالياً إحنا قاعدين نشتغل على إطار قانوني إنزين ممكن نستخدمه في مملكة البحرين على أساس ندير هذا الموضوع. هذا وقدم المجلس الأعلى للبيئة خلال اللقاء عرضاً لأهداف مشروع إعداد التقرير الوطني للسلامة الإحيائية وجهود مملكة البحرين في السنوات الماضية لتنفيذ البروتوكول، فيما قدم معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات نتائج دراسة تقييم الوضع الراهن للسلامة الأحيائية في المملكة. تهدف هذه الورشة إلى التعرف على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية وأدواته، وما هي القرارات الصادرة من مؤتمر الأطراف بخصوص هذا البروتوكول. كذلك تهدف هذه الورشة إلى إعداد التقرير الوطني الرابع بخصوص بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. أيضا من مخرجات هذه الورشة هو التعرف على كيفية يعني سير عملية هذا البروتوكول وكيفية ما هي الأدوات الخاصة بعمل هذا البروتوكول. كذلك تهدف هذه الورشة إلى عرض الوضع الراهن للسلامة الأحيائية في مملكة البحرين. نأمل من خلال هذه الورشة أن نخرج بتوصيات تحقق أهداف هذا البروتوكول. كما تم تقديم عرض حول أهداف بروتوكول قرطاجنة ومسارات تطبيقه الأساسية مع إلقاء الضوء على قرارات اجتماعات مؤتمر الأطراف للبروتوكول، واستعرض فريق عمل المشروع مسودة الخطة الوطنية للسلامة الأحيائية في المملكة والتي خضعت للنقاش من قبل جميع الجهات المختصة والشركاء المعنيين بتنفيذ البروتوكول. حلقتان نقاشيتان تخللتا هذا اللقاء حول إعادة النظر في حوكمة السلامة الأحيائية ومسودة خطة العمل الوطنية ذات الصلة وتقييم نتائج مجموعة العمل والخطوات التالية للمشروع. انطلقت هذه الورشة لحفظ التنوع البيولوجي بهدف استدامة النمو الاقتصادي وأيضا تعزيز سبل العيش والتنوع الثقافي والأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة وصيانة النظم الإيكولوجية بهدف دعم رفاهي الإنسان في الحاضر والمستقبل. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.